سنوات والمواطن يدفع كلفة عالية مقابل خدمة الإنترنت التي لم تشهد استقرارا في تزويدها للمواطن. ضعف هذه الشبكة تقول عنه وزارة الاتصالات لن يستمر طويلا فتح منافذ جديدة مع الأردن ودول أخرى لإدخال سعات إضافية. هذا ما تعمل عليه الوزارة لتقوية الخدمة في العراق. الشركات اللي موجودة بالوقت الحالي اللي مجهزة للخدمة تعهدون الأخوان في الشركات بأن تتحسن وضع أو خدمة الإنترنت بالعراق، لأن أصبح الوضع بالوقت الحالي وضع مزري. المواطن العراقي يعني أصبح بصعوبة أن يتصفح صفحات السوشيال ميديا. طلبنا من عندهم أن يتحسن وضعهم. اتفقنا مع الأخوان في الدول الجارة، زميلي في وزير الاتصالات الأردني، أيضا راح تنفتح عندنا منافذ أخرى لجلب السعات حتى نخفف من اللود اللي موجود هو داخل ديسير، لأن أصبح زخم على خدمة الانترنت ولازم نوحد ونبلور هذه الأفكار. في شغل بالقطاع الخاص، واليوم نطمح لتوسعة الربط البيني بيننا وبين وزارة الاتصالات العراقية عبر الكابل الضوئي إن شاء الله، لتوسعة ساعات الوصل العراقي إن شاء الله. مؤتمر بغداد للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي استضافته العاصمة طرحت خلاله إمكانية الاستثمار في مشاريع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. تحدث خلاله المسؤولون عن الانطلاق القريب لخدمات الجيل الرابع بالإضافة إلى المدينة الذكية. هذا المؤتمر حقيقة مؤتمر مهم بالنسبة لعرض الفرص الاستثمارية في قطاع الاتصالات. احنا في الهيئة الوطنية للاستثمار نتعاون مع وزارة الاتصالات، مع هيئة الاتصالات، ومعروضة عدد من الفرص الاستثمارية في مقدمتها القرية الذكية، الرخصة الرابعة، مشاريع الإسكان وخدماتها، في مقدمتها الفرصة اللي أعطيت إلى آي كيو في هذا الجانب في مدينة بسماية. ننتظر إن شاء الله تعاون كبير، ونعتبر قطاع الاتصالات قطاع منتج ومهم للتنوع الاقتصادي اللي عمل عليه في البلد. التعاون بين الشركات الأهلية الموجودة كقطاع الخاص وإضافة للشركات المستثمرة من باقي الدول إن شاء الله يكون تعاون جيد، وتبادل الأعمال، تبادل المعلومات، وهذا كله يصب في مصلحة المواطن والوطن مالتنا. بالإضافة للمواطن احنا نريد تطوير في خدمة الانترنت، نرخص أسعار الانترنت على المواطن، فهذا كله مباحثات إن شاء الله يعني سوف تكون نطلع بنتيجة. نسبة كبيرة من مشروع الكابل الضوئي تم إنجازها، والأيام المقبلة ستنطلق الخدمة في جانبي الكرخ والرصافة، فضلا عن إكمال جزء كبير من مشروع الحكومة الإلكترونية التي تتحدث بها الحكومات والوزارات المتتالية ولم يرى المواطن منها شيئا. من بغداد، جبر جمال، قناة رشيد الفضائية.